يا هلا فيكم في ترند. تفاعل عدد كبير من المهتمين في مجال البيئة مع مجموعة من الصور المتداولة من الأرجنتين لتحول بحيرة إلى اللون الوردي. وعن السبب قال علماء البيئة أنها بسبب انسكاب مواد كيميائية من مخلفات شركات صيد محلية، وهذه الظاهرة سببت القلق لسكان المنطقة. وقالوا أيضاً أنه يجب السيطرة على هذا الإهمال اللي ممكن أن يسمم السكان. لازلنا في الأخبار البيئية ومع التحف الفنية اللي صنعتها الفنانة الجزائرية جميلة بكور من كبسولات القهوة المستعملة، وتعمل جميلة على القطع الفنية بكل شغف كبير في ورشتها الصغيرة إلى جانب وظيفتها النهارية، وتقول أنها صارت مصدر ثانوي للدخل، لكنها أيضاً وسيلة لتبعث برسالة عن أهمية الوعي البيئي. وتقوم جميلة بصناعة المجسمات والمجوهرات من كبسولات القهوة المستخدمة وتضعها على طاولة في سوق محلي للسلع المستعملة. طفل ألماني يبلغ من العمر 6 سنوات مصاب بمرض السرطان ويحب الدراجات النارية بشكل كبير، فنشرت عائلته على الإنترنت تسأل عما إذا كان بإمكان أي شخص ركوب دراجته النارية والمرور فيها أمام منزلهم لإسعاد الطفل. في البداية اعتقدت العائلة بأن عدد قليل من الأشخاص يمرون عند المنزل، ولكن تفاجأوا بأن أكثر من 1500 راكب دراجة لبوا نداء العائلة وقاموا بعمل مسيرة بالدراجات النارية أمام منزل الطفل. تفاعل رواد تويتر حول العالم مع المقطع المنتشر لطائر أبو قرن الأرضي وهو يدمر إحدى الكاميرات خوفاً منها على صغاره. هذه الكاميرا وضعها الدكتور كايل ميدلتون عشان يرصد ويدرس طريقة حياة طائر أبو قرن الأرضي في جنوب أفريقيا، ولكن ما كان يتوقع أن الطير ممكن يخرب عليه مشروعه البحثي. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الأم الأرجنتينية اللي اكتشفت أن نبات الثوم اللي تزرعه في حديقة بيتها نبت بأحجام عملاقة حتى تجاوز طول بنتها الصغيرة، وما صدقت وصول نبات الثوم العملاق من جذوره إلى أعلى أوراقه لطول 127 سنتيمتر. الحلو في القصة أن بنتها اللي تحب أعمال الحديقة انصدمت من النبتة ووقفت يمها عشان تصور معاها، والأم قامت بتوزيع البصيلات على عائلتها واصدقائها لزراعتها لتحصل على أكثر عدد من نبات الثوم العملاق، وقالت من هذه اللحظة سنتناول أنا وعائلتي الثوم في كل وجبة. علقوا محبين الزراعة أن هذه الأم محظوظة بهذه النبتة العملاقة. وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا عبر تطبيق BHTV & Radio. مع السلامة.